هنخلص الباكسينج والاربع هنخلص الباراديشيا وهيبقى لنا حته مظبوطه خالص الكارديو اللي احنا كناش عملنا كويس باذن الله. اتفقنا؟ امتحان الكارديو بتاع الكويس بيبقى كله في السيولوجي مش هيبقى كله عكس، بيبقى الامتحان 90% منه في السيولوجي. غالبا غالبا هعمل لكم المنهج على هيئه اسئله عشان برضه تبقوا ايه بنتدرب عليه من بدري واحنا مكملين منهجنا بقى. ركزوا لي بقى على السطور عشان معانا في الكتاب ست صفحات اسمهم كارديو سيركل معتمدين على اللي هيحصل على السطور. قبلهم في حته صغيره كده برضه نقولها بالمره، احنا قلناها بس عشان اقولها زي الكتاب بالظبط، يعني العلاقه بين الاكشن بوتنشال بتاع عضله القلب وما بين السيستول والدايستول. طبعا انا فاكر كويس ان الاكشن بوتنشال كان فيز 0 1 وفيز 2 اللي كان اسمه البلاتو، بعد كده فيز 3 اللي هو الريبولاريزيشن، وفيز 4 اللي كنا بنقول عليه ريستورانس اوف ايونيك بالانس. اللي انا عارفه من بره من قبل ما اقرا اللي في الكتاب ان فيز 0 1 2 بتوع السيستول، انما فيز 3 تكملتها فيز 4 ده الدايستول على بال ما نكون كونت اشاره جديده عشان نبدا سيستول جديد. فهو الكتاب كاتب لك ان بعد ما الديبولاريزيشن يبدا السيستول بيبدا بعده ب 2% سكند. يعني انا بدات دلوقتي اهو الديبولاريزيشن هو فيز 0 بعد 2% سكند بيبتدي السيستول. قمه السيستول بتبقى فين بذكائكم بالله عليكم كده من غير كتاب عشان ما ننساش، عندنا فيز عند فيز 2 لايبرك الفيز اللي كان فيها دخول مين؟ الكالسيوم بالعقل. بعد كده الدايستول بيبتدي مع فيز 3 وتكمله النص الثاني من الدايستول بتبقى عند فيز 4. اظن ده كلام بالفهم بس انا قلت اقوله برده عشان هو ايه؟ مكتوب في الكتاب. طبعا الانقباض يا جماعه عشان جابها ام اس كيو مره، الانقباض في القلب سيستول والانبساط دايستول بيبقى زمانهم قد زمن الاكشن بوتنشال مره ونص. طبعا ده سببه ايه؟ سببه ان على ما تخلص انت الاكشن بوتنشال ده بيكون حصل حاجه اسمها بري بوتنشال في الاس تي نود، على ما تنزل وتديني امر ويحصل كوندكشن بيكون لسه السيستول والدايستول بيخلصوا. عشان كده السيستول والدايستول بياخدوا وقت زمني اكبر من وقت الاشاره الكارديو. نسمي لها ناحيه حاجه اسمها الكاردياك سيركل، انا عمري ما حفظتها في حياتي وسالت فيها في الماجستير بالمناسبه يعني. عمري ما حفظتها في حياتي، فانا عايزكم هقول لكم الايتمز اللي مكتوبه في الكتاب نفهمها نتخيلها وانتم تتخيلوا كل حاجه من اللي هنقولها دي بالظبط. تعالوا نتخيل ده القلب بتاع حضرتك اهو. طبعا الحاجات الاساسيه اللي احنا عارفينها كويس جدا ان عضله القلب الاوزين بينزل الدم للبطين 70% باي جرافيتي و30% كونتراكشن. ان السيستول الاساسي بيبقى في البطين مش في الاوزين وهو اللي بيقابل مقاومه جامده قوي. ان ضغط الدم اعلى يمين ولا شمال في القلب؟ شمال طبعا، بتوزع ده اللي داخل على الاورطه. ضغط الدم اللي هيبقى هنا وبالتالي هيبقى في الاورطه هو اللي 120 80 وقت السيستول 120 وقت الدايستول 80، انما هناك لا ده بيبقى الموضوع اقل كتير قوي، بيبقى 25 على 10 او 30 على 10 كتير قوي، لان ده يا دوب بيضخ ناحيه الرئتين بس. الدم الوريدي ناحيه اليمين كان جاي من حاجه اسمها سوبيريور وانفيريور فينا كيفا، وطبعا الدنيا مش فتح مداح. السوبيريور وانفيريور فينا كيفا في عندهم ماسكولار سليف، حاجه زي السفنكتر كده اللي احنا قلناها في كذا مره. من بلدي حاجه زي الصمامات يعني بوابه عشان خاطر افتح الدم وقت الفينوس ريترن بس. طبعا الناحيه الثانيه بيبقى منين؟ من الفور بالمونري فينس زي ما حضرتك شايف كده. طبعا اثنين يمين واثنين شمال، انا هرسمهم كده عشان تبقى شايف. عندي اربع صمامات في القلب، اثنين باينين قدامنا اسمهم اي في فالفس، هي الصمامات اللي ما بين الاتريوم والفنتريكل اللي هم مين بقى؟ برايكاسبيد ناحيه اليمين، مايكرو ناحيه الشمال. انا هفرح بيكم النهارده حاسس قوي يعني. تخيلوا الدرس ده واخد ست صفحات في الكتاب وهو حرفيا ما ياخدش دقايق. اللي هيحاول يحفظ هينساه. انت تخيل دي. وصمامين اسمهم سيمي ليونر. سيمي ليونر فالفس اللي هو ناحيه اليمين اسمه بالمونري اهو، وناحيه الشمال اللي يهمنا اكتر اسمه بالاور. اللقطه الثانيه بقى اللي لازم حضرتك تكون عارفها كويس قوي. التزامن. وقت ما البطين يكون بيعمل سيستول المفروض يكون الاوزين بيعبي دم يعني بيجيب فينوس ريترن يعني بيعمل دايستول. والعكس صحيح. ولكن اللي مسيطر اكتر شويه في وقت الفنتريكولار سيستول الاتريوم الغلبان ما بيبانش فيه الدايستول قوي. يعني خلي بالك انا هبقى مركز الكاميرا في مكان هتلاقي الكلام بيتكرر في الكتاب في بالك. يعني هو هنا مثلا هيبتدي بمرحله اسمها اتريال سيستول. بعد كده هيعمل حاجه اسمها فنتريكولار سيستول ثم فنتريكولار دايستول. هتلاقي مكتوب في الفنتريكولار دايستول قريب للغايه من الاتريال سيستول. ما انا بس جايب الكاميرا هنا بتفرج على اللي بيحصل هنا، لكن هو التزامن بيكون هنا في نفس الوقت اللي فوق بيحصل حاجه اسمها اتريال سيستول. ايه الايتمز اللي هنشتغل عليها عشان كل مرحله انا هفهمك المرحله عباره عن ايه؟ وانت اللي تقول الايتمز ظروفها ايه عشان اللي موقع معاك هو اللي هيتحفظ بس. مطلوب منك في كل مرحله هتقول الاتريال بريشر ظروفه ايه؟
هتقول لي الفنتريكولار بريشر ظروفه ايه؟ الفنتريكولار فوليوم، الاي في فالفز ظروفها ايه؟ مفتوحه ولا مقفوله؟ السيمي ليونر فالفز ظروفها ايه؟ الاورتيك بريشر، الهارت ساوند. حلو كده؟ بص عشان والله انا مش بهزر بجد، والله انا كل ما حاولت اجي احفظ الدرس ده انا ما بعرفش احفظه، ما بيتحفظش. هتلاقي الكلام كله داخل في بعض وانا عمال تحفظ وتروح وتيجي. تخيلوها معايا وشوف انت الكلام بعدها كده هتلاقي هو اللي انت بتقوله بالظبط. ركز بقى في الموضوع. اولا يعني ايه اتريال بريشر؟ بريشر يعني ضغط غير الفوليوم. انا ممكن يكون الفوليوم بيزيد بس الضغط مش بيزيد. ازاي يا دكتور؟ تخيل معايا ان جه 50 طالب واحنا قاعدين دلوقتي. هل ده بالضروره يدل ان لازم القاعه تتزحم؟ ممكن نقعد في قاعه اوسع. ما انا ممكن وانا بعمل دايستول يجي لي دم كتير، ولكن اعمل ايه يا شبابنا؟ اقوم عامل دايلاتيشن او متسع جامد قوي فتفاجئ ان الضغط بيقل مش بيزيد اصلا. ففرق ما بين كلمه بريشر وفوليوم عشان دي حاجه ودي حاجه. كل الاسامي دي انا متخيلها. بص كده اتريال بريشر، فنتريكولار بريشر، فنتريكولار فوليوم، اتفضل. اي في فالفز، سيميليونر فالفز، بعد كده اورتيك بريشر اللي تخصني دي، دي اللي جديده عليك. هو كاتبها في وسط الكتاب ومش هكاتب اسبابها. اسمحوا لي انا هشرحها لكم كده بس في دقيقتين عشان تظبطها معاك. طبعا كتحفيز سهل قوي بس عايزك تبقى فاهم. الهارت ساوند في كام صوت للقلب يا دكاتره؟ لو تعرف. في اربعه. اثنين اوديبل اللي بنسمعهم من ودانا اللي هو سمع لاب دبل، واثنين ان اوديبل ما بيتسمعوش في النورمال. ليه ما بتسمعوش في النورمال؟ انت لو تعرف دلوقتي لوحدك لما اقول لك هم سببهم ايه؟ لو سمعوا هيبقى في مرض. انت بتعمل تخيل. بص كده اصول الصين. الفيرست له اسباب كتير لكن السبب الرئيسي الواضح قفل الاي في فالفز. السكند قفل السيميليونر فالفز. فلما انا بشرح نشوف ان دول اتقفلوا امتى يبقى ده اللي هيعمل الفيرست. الفيرست قفل اي في فالفز هما مايترال ترايكاسبت. سكند قفل اورتيك وبالمونر. السرد اندفاع الدم من فوق لتحت والفورس كونتراكشن للوزين. الفيرست قفل مايترال وترايكاسبت. سكند قفل اورتيك وبالمونر. السرد اندفاع الدم من فوق لتحت من الاذين للبطين والفورس كونتراكشن اوف اتريال وول. اوقف ثواني، لو حد ركز هيلاقي ان السرد والفورس قريبين من بعض قوي. بس ليه في فرق ما بينهم؟ لان اندفاع الدم من فوق لتحت مش اساسه اصلا اتريال كونتراكشن، ده اساسه الجاذبيه، فعشان كده ده هيسبق ده السرد. ثانيا ليه ما بيسمعوش السرد والفورس؟ لان الموضوع معتمد على الاذين اللي اصلا الدم كده كده بينزل باي جرافيتي. انخفاض الاذين قوي اصلا يا شبابنا، انخفاض الاذين عشان 30% من الدم بس، فالصوت في العادي يبقى ضعيف. ولو انتم شطار هو بدات تشربوا الصنعه، حاجه شبه اللي شرحتها لكم في الاي سي جي كده المره اللي فاتت. لو انا سمعت السيرد هارت ساوند او الفورس هارت ساوند ده معناها ان غالبا في انسداد في حد في الكوع. او الضغط عالي قوي فمش عارف ازق الدم، فبدا يبقى اندفاع الدم يعمل صوت جامد قوي يتسمع. انما في الطبيعي ما بيتسمعش لو الدنيا سالكه. شفتوا بالعربي فكره التشخيص في القلب امر من الاخر يعني عشان نريحك. قفل دول فيرست، قفل الاثنين دول سكند هارت ساوند. وقت الايجكشن لما الدم ينطلق من الاذين للبطين هيبقى السر. وقت ما اقول لك الاذين هيبتدي ينطلق ده الفورث هارت ساوند. فاحنا كده شربنا، يلا بينا. في كام مرحله في الكاردياك سايكل؟ انا دوري ايه؟ انا دوري هقول لك المرحله دي ايه اللي بيحصل وحضرتك اللي تقول لي الحاجات اللي هناك. عشان هي في بس اكسبشنز واحد او اثنين في وسط المنهج كله ولا هتحفظه او يعني هتتخيله والباقي كله سهل. البدايه مع حاجه اسمها اتريال سيستول. هل ده محتاج وش وجع دماغ؟ والله ما حصلش والله ما حصلش. لان كده كده الدم بينزل ازاي يا شبابنا؟ جميل. لو حد لقط يبقى هل هارت ساوند هيحصل في المرحله دي من بدري من قبل ما ابتدي الفورس اللي نسي. الفيرست قفل مايكرو ترايكاسل، السكند قفل اورتيك وبالمونري، السيرد اندفاع الدم من فوق لتحت، الفورس كونتراكشن اوف اتريال. يبقى المرحله دي هيسمع فيها الفورس. لو عايز سكيب هنسكت بس انا عايزك تفهم الاول ده. المرحله الثانيه اللي هو حكيها فنتريكولار سيستول. إنا كل شيء خلقناه بقدر. القلب بيضخ الدم من البطين ضد الجاذبية أساسا مش دايما راسب يعني. كلكم عارفين القلب كويس بيضخ في الأورطة والبلمونري ضد الجاذبية. والأورطة هيطلع وقرش وبالسننج وثراسيك وبالسننج وبرانشات بلبل عشان يوصل كل حتة. ما تقنعنيش إن قوة الانقباض لوحدها هتبقى كافية توصل الدم لكل حتة. لازم يكون في دافع قوي. وانا قايل لك في اول حصه كارديو الدافع في كتاب الكارديو كله في القلب كله والتنفس كمان هو فرق الضغط. فلازم نخلق فرق ضغط. خلقناه ازاي؟ نخلينا الفنتريكولار سيستول دم على كذا مرحله. اول مرحله اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز.
ناس بتسميها ايزو فوليومتري. شفت التعبير؟ لا لا اسف هتحل لنا حاجه كتير. اسمها ايزو فوليوم. ايزو يعني نوت تشينج، معناها ان حجم الدم هيفضل بالبروتين زي ما هو، بس انا هعلي فرق الضغط. اللي انا قلت لكم في وسط الكلام قبل كده ان انا هخلي البروتين اوضه مقفوله، هقفله الاربع صمامات في وقت واحد، فبالتالي الضغط جوه يبقى عامل ايه؟ كاعلى ما يكون. وبالتالي لما بعد كده افتح الصمامات السيميليونر طبيعي يبقى المرحله الثانيه اسمها ماكسيمم ايجكشن فيز. شفتوا التعبير؟ ماكسيمم ايجكشن هتندفع جوه. عارف سبب انها حصل ان اسمها ايجكشن؟ شفتوا بتاع ايجكت انها انطلقت بالعنف ده ليه؟ بسبب بعد كده الموضوع هيهدى شويه يبقى اسمها ريديوسد البواقي بقى ريديوسد ايجكشن فيز. اصل انت في البدايه بالبلد كده مش انا كابوتين مليان دم على اخره، فساعة هبتدي انقباض ايزومتري فتحت لي الصمام، تخيل اللي هيحصل هيجي في اخر شويه يبتدي الموضوع ايه بالريت يبتدي ايه يهدى فين. فحاجه اسمها ريديوس ايجكشن فيز. الدم طلع، الحلقه الوثيقه بين انقباض البطيء وانبساطه حاجه اسمها برودو دايستوليك فيز. برودو دايستوليك هو برودو اسمها برودو دايستوليك. المرحله دي مش مرحله بجد بالمناسبه، يعني هي بيبان فيها حاجه بس كده في ويف معينه هحكيها لكم، لكن هي مش مرحله بجد، هي تعتبر بس ان ايه ده على منقل ده. عارف انت بالتصوير البطيء الممل ده، انا هبدا فنتريكولار دايستول. حلو، الكتاب جايب لك اول مرحله دي بقى، ده هو اصلا المرحله دي مكتوب عليها كلمه واحده ان هي تعتبر الاند اوف سيستول والبيجنج اوف دايستول، فهتلاقيها واخده من هنا ومكمله على هنا. عارف انت اللي هو كاني جزأت المرحله بس، لكن فعليا بدايه الفنتريكولار دايستول كالعاده رغم انك عارف ان الدم بينزل 70% باي جرافيتي مجرد ما تفتح الصمام، بس انت عايز تضمن ان كل الدم هينزل فلازم تبتديها بايزومتريك ريلاكسيشن فيز. الاسم واضح؟ يعني ايه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز؟ شوف المرحله اللي عملناها هنا هي هي بس انا هعملها وبطين فاضي بعد ما خرجت الدم اللي فيه. فبالتالي لما تقفل عليها الاربع صمامات هيبقى الضغط هنا هيتنيه يقل لدرجه انه ممكن يوصل لزيرو، فبالتالي بعد كده لما تفتح الصمامين دول هتلاقي الدم نزل من الاوزين 70% باي جرافيتي، لكن 30% الباقيين كمان نازلين بعنف شديد جدا. عشان كده هتحصل المرحله اللي بعدها اسمها ماكسيمم فيلينج فيز. شفتوا انت عايز مين؟ ماكسيمم فيلينج. وبعد كده كالعاده هيبتدي الريتم يقل شويه تبقى اسمها ريديوس فيلينج فيز. الكتاب كاتب مرحله بعد كده ما شرحهاش لانها مش موجوده، دي من اختراع الكتاب بس. حاجه اسمها ليت فنتريكولار دايستول، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا، هو كتب هنا اسمها بس انا كاني ما قلتهاش مش شارحها لان ما فيش حاجه اسمها كده. خد بالك من حاجه بقى معلش عشان ما تخش، احنا بنحكي فنتريكولار ايه هنا؟ دايستول. ما هو الفنتريكولار دايستول وانت حاطط الكاميرا هنا بص حاطط الكاميرا في المنطقه دي بتتفرج على المنطقه دي في نفس ذات التوريد كل وزن بيعمل ايه؟ بيحضر وبيعمل السيستول بتاعه. فانا بعمل التصوير بطيء من هتلاقي الكلام المكتوب هنا قريب جدا من الكلام المكتوب هنا فاهمني؟ لكن انا هنا مركز على الاوزيل بس. هنا تركيزي الاساسي على الله. لو كان على الله يلا يلا انتوا هتفاجئوني خلصات 10 دقايق يعني. مش انتوا تعملوا كده ان شاء الله؟ انا مش بهزر والله هحبكم قوي. هحبكم احسن ناس مستقيمين كده ساكن بيها قمر قوي. انا هتكلم عن ايه؟ عشان انا خط جميل بس. اورتك بريشر. ايه فيها بريشر؟ فنتريكولار بريشر وفنتريكولار دومين. اورتك بريشر. حالة الأربع صمامات اللي حضرتك عارفهم الهارت ساوند. متفقين كده؟ الهارت ساوند هفكرك بيه تاني اهو. ساعة ما تقفل الاثنين دول أنت فيرست. ساعة ما تقفل الاثنين دول السيميليونر أنت سكند. السيرد أنا متوقع كده هو في أي مرحلة لو أنتوا شطار الماكسيموم فيلينج. أظن أنتوا كده عارفين الاثنين دول. ماكسيموم فيلينج. ما اللي هو اندفاع الدم من فوق لتحت. والفورس كونتراكشن أوف إتريا دول أنا برضه عرفتها من بدري خالص اللي هي إتريا سيستول أصلا. من بدري خالص. اتفقنا؟ يلا بسم الله. دخل معايا في ده وغلطه براحتكم عشان خاطر ما تنساش المعلومه كويس. هنبدا باول مرحله، مرحله الاتريال سيستم. لو ضربات قلب حضرتك 75 ضربه في الدقيقه اللي هو النورمال، فالكارديك سايكل كل المراحل دي بتاخد 8 من 10 سكند. 8 من 10 سكند فتشوف كده 60 سكند هيجيبوا 75 نقطه في الدقيقه. المهم يلا المرحله الاولى اسمها اتريال سيستول. تعمل خلي يعني ايه اتريال سيستول؟ يعني الدم هنا اهو بصوا ردوا عليا المسكولار سليفز بتاعتي الاولى مفتوحه ولا مقفوله؟ مقفوله طبعا. انا هبتدي اضخ الدم من فوق لتحت. لا ركز معايا بسيب كده كده. انا دلوقتي مالي دم، انا اتريال سيستول يعني الدم هنا مليان. عايز اعمل فيه ايه؟ عايز انزله لتحت. يبقى الصمامات دي معمول فيها ايه؟ اسمها مسكولار سليف، دي مقفوله.
الاورت الاتريال بريشر ظروفه عامله ايه؟ عالي ولا واطي؟ عالي. وقت الاتريال سيستول عالي ولا واطي؟ ردوا ما تخطوش مني. عالي. عالي وبعدين هيوطي. طب عالي ليه؟ اتوقع عالي ليه؟ عشان الاوزين هيبتدي ينقبض فطبيعي، وطبعا الماسكولار ريزيلينس دي مقفوله وكميه الدم اللي جوه مليانه على اخره، فبالتالي الضغط هيبقى ايه؟ عالي عشان انا ضايق القاع، لكن مع الوقت انت بتعمل حاجه اسمها اتريال ايه؟ السيستول، فالدم هيبتدي ينزل لتحت، فمع الوقت هيبتدي الضغط يحصل له ايه؟ بتاع الاتريال ايه؟ فنتريكولار بريشر بيعلى بيوطى ظروفه ايه؟ وانا بنزل الدم، لما انزل الدم من فوق لتحت وقت الاتريال بيعلى بيعلى وبعد كده يوطى. طب بيعلى ليه؟ عشان في دم نازل. بيوطى ليه؟ عشان الفين هيبتدي يعمل دايلاتيشن يتسع عشان يستقبل الدم اللي جاي. فانت في طلبه جت، يبقى في البدايه ايه؟ الدنيا هتتزحم، لكن لما هوسع البطين اعمله دايلاتيشن هيبتدي الضغط يحصل له ايه؟ هيقل. هقول لك الكتاب بالنص اهو. انا في مرحله اسمها ايه الاول عشان ما تشيلها. ولو سمحت ما تروح تذاكرها ما تبصش في الكتاب، تخيل اللي انت فهمته من الحصه، بص بعينك هتلاقيه هو هيثبت. انما هتخش تقرا على طول. اتشال سيستول. انا واضع ايه؟ انا الدم هنا مقفل دول وهنزل الدم تحت. يبقى الاتريال بريشر انكريز زين ديكريز. مكتوب في الكتاب ليه انكريز؟ كاتب في الكتاب عشان المصل والسيل مقفوله، قصده يعني ان الدم ما قدامهوش حل غير انه يندفع تحت، فبالتالي لما انا ابتدي انقبض تبقى الضغط هيعلى، لكن مع اندفاع الدم من الاوزان للبطين هيبتدي الضغط يقل ده في الاوزان. الفنتريكولار بريشر هيزيد في البدايه نتيجه نزول الدم، مع الوقت هيقل بسبب دايلاتيشن اوف ذا فنت، فكاتب سلايتلي انكريز زين ديكريز. فهمني انا بقول ايه كويس يا جماعه؟ لو حد يقول لي فنتريكولار فوليوم سهله دي بيزيد، يبقى ما فيهاش كده بيزيد. انا بتكلم على حجم، كحجم لا هو بيزيد. طيب ايه في فالس مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوحه طبعا. سيليونر فالس مقفوله. خد بالك لو عايز تتخيلها صح بقى، هي مقفوله من النبضه اللي فاتت، وبالتالي الدم كان طلع من الاورطه والبلمور من النبضه اللي فاتت وانطلق وانا لسه قافل. فبالتالي لما اجي اقول لك الاورتيك بريشر، الجمله حلوه قوي في الكتاب، بيقول لك كونتينوس ديكريز، هو كان بيقل. بص بص انا كنت في، لو بتجيب الكاميرا يعني، كنت بعمل فنتريكولار سيستول اللي فات، فاندفع الدم وبعد كده كنت قافل وبدات فوق. فانا دلوقتي بكلمك في اللي فوق، فلما اكلمك فوق اقول لك هو بيستمر في النزول لاني لسه قافل، ده انا قافل من المرحله اللي فاتت. يعني لما نخلص دول انا هقفله هنا، على ما اطلع فوق اعمل تاني هيكون ما زال لسه مقفول. عشان كده الكلام جميل قوي في الكتاب، بيقول لك ايه؟ ستيل ديكريز. حلو. الهارت ساوند هيتسمع عني هارت ساوند في الاتريال سيستول. انقباض الاوزين يبقى الفورس هارت ساوند. اهي هكتبها جنبها عشان ما انساش. ممكن اخلصها لك من دلوقتي. ماشي؟ اخلصها لك من دلوقتي. اخلصها لك من دلوقتي. اخلصها لك من دلوقتي. الايزومتريك بيتسمع فيها الفيرست والسكند. اصل الايزومتريك كونتراكشن فيز اللي انا هحكيها كمان شويه. لما الدم يتملى في البطين نقوم قافلين دول. فبالتالي بقى هيتسمع الفيرست. طيب في الايزومتريك ريلاكسيشن بكون انا بطلع الدم بطلع الدم بطلع الدم فجاه ونقفل دول، يبقى هيتسمع السكند. لو عايز تسجلها يعني، انما احنا هنفهمها لوحدنا. يبقى دي هيتسمع فيها الفيرست، والايزومتريك ريلاكسيشن هيتسمع فيها السكند. الماكسيمم فيلنج هيتسمع فيها السكند. يعني لو عايز تكون مسكنهم، عايز تكون مكروه، عايز تكون نبدا في الجاي بقى الدور الساعه. انا كده خلاص قلت لك ايه؟ انا الفنتريكولار سيستول. في المرحله اللي فاتت مالينا هنا صح؟ وانت عارف انك مليت الدم 70% بقى ايه؟ جرافيتي 30% من الاتريال سيستول اللي احنا لسه حاكينه، اتفقنا كده؟ طيب هبتدي اول مرحله اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز. قبل ما ابتدي انا ناهي اللي فاتت حاله الصوانات كانت ايه؟ كانت دول مفتوحين ودول مقفولين صح ولا حد فاهمني؟ طيب في المرحله دي هعمل ايه؟ هقفل دول، دي منطقيه، لكن هسيب دول مقفولين. عشان كده سميناها ايزومتريك كونتراكشن او ايزوفوليومتريك. عشان كده اوتوماتيك نطه كده. الفنتريكولار فوليوم في المرحله دي ظروفه ايه؟ نوت تشينج. انا ما غيرتش في الفوليوم، انا غيرت في البريشر اللي خليت البطين كلوز ذا تشانل. فاهمني انا بقول ايه؟ هل انا جبت دم تاني؟ لا، ده انا قفلت عليه من اربع اتجاهات، همشي بالترتيب. انا دلوقتي وضعي ايه يا جماعه؟ الدم اتملى هنا وقفلت الصمامين دول وسبت دول مقفولين، حلو كده؟ خدت الوضع كده؟ من هنا فصاعدا، عشان ما تكتبش في الكتاب وتبقى شطور كده وصايع كارديو، من هنا فصاعدا الاوزين بدا الدايستول الجديد بتاعه. فهتلاقي في كل المراحل الجايه لغايه ما ارجع للاتريال سيستول مكتوب لك الفينوس الترن بيزيد، الفينوس الترن بيزيد، هو شغال عمليه من الفينوس الترن لغايه ما يجي له ايه؟ كورسيته نلفه ونرجع له تاني. عشان كده هتلاقي في كل نفس الوقت. اتريال بريشر هيزيد ولا هيقل بعد ما نزلت الدم البطين وقفلت؟ هيزيد. اهي دي الجديده بقى عليك.
دي الوحيده اللي مش هتجيبها لفهمك وذكائك. هيزيد في اول لحظات، هيزيد بسبب ايه؟ مش هنا الدم على اخره والصمامات مقفوله والبطين هيموت وهينقبض، هيحصل بالجنج للقصد الصمامي. شرفات الصمام المايكرو كرايكاست بتعمل بالج، عارف انت لما تجيب بالونه تتك عليها هتبوظ من الجناب، هو ده اللي هيحصل. فبالتالي المساحه هنا هيحصل لها ايه؟ هتقل، فالضغط هيزيد لانه بدا في نصف الترم الجديد. فدي الوحيده اللي عكس تخيلك. بعد شويه عارف انت لما نفتح الصمامات ويبتدي البطين يفض اللي فيه، يعني المرحله الجايه دول هيرجعوا زي ما كان، فاللي انتوا هتقولوه هيبقى صح. دي جديده عليك، فمعلش دي جديده عليك. الاتريال بريشر في الايزومتريك كونتراكشن فيز هيزيد بسبب الابورد بلج بتاع الايفي فالفز. حلو؟ طيب اللي بعد كده اسمه بقى فنتريكولار بريشر. ده ممكن اقول ارقام زي كده بقى. بيقول لك ان هو ناحيه الشمال هيبقى وصل لمرحله ان هو زاد من 80 ل 120 عشان انا هضخ الدم دلوقتي، ناحيه الشمال زاد من 10 لحد 25 عشان انا هضخ الدم دلوقتي، انا على اعلى ما يكون في اعلى مستوياتي. مش لا مؤاخذه الدم اللي انا مليته هنا ده هو اللي هيطلع في الاورطه فيعمل لك الضغط السيستوليك كمان ثواني، يبقى بالتالي الضغط هنا بعد ما كنت بجمع فضغطي كان 80 وصلت لمرحله ان انا هوصل ل 120 اللي هزقهم دلوقتي يعملوا لي ضغط 120 في الاورطه. الفنتركولار فاليو عايز اسمع حصل فيه ايه؟ زاد ولا قل؟ نو تشينج يا بهوات، انا بايزومتريك كونتراكشن فرحته نو تشينج، انا ما زودتش دم، انا قافل الابواب كلها نو تشينج. طيب الايفي فالفس قفلت قفلت عشان كده اتسمع الفيرست راحت صمت. السيميلونر فالفس ستيل كلوزد، انا بحب اقولها دي اسمها ستيل كلوزد لانها مقفوله من اللي قبل كده. انت معايا؟ طيب الاورتيك بريشر كونتينوس ديكريس كمان، وده برضه من رحمه ربنا علينا عشان نخلق دافع. شفت انا قافل الصمام بتاع الاورطه والبلمري من امتى؟ من كام مرحله؟ فبالتالي عمال يقل الضغط فيه، والدم مكتوب في الكتاب عمال يروح للبريفرال تيشو. قصده خلاص مشي من الاورطه من هنا، فبالتالي الضغط هنا قرب يبقى زيرو، طبعا هو عمره ما هيبقى زيرو. وانت هنا عامل الضغط عامل ايه؟ كاعلى ما يكون. عشان كده اوتوماتيك. كل اللي هيحصل في المرحله الجايه هنعمل ايه ذكاء؟ هنفتح السلم اليونر، فيحصل لي مرحله اسمها ايه؟ ماكسيمم ريجكشن. هتساعدوني انتوا بقى؟ موضوع هيحصل خلاص. الاورتيك بريشر من هو انا قايل لك من اول هنا فصاعدا الاورتيك بريشر عمال يجمع فينا سيرتيرن، بس انا هنا هضطر اقول ان هو قل بسبب ان دول رجعوا مكانهم تاني. مش احنا كانوا عاملين بولج عشان انا ما فيش منفس ان هو اطلع منه الدم، بقى في منفس اطلع منه الدم، هتلاقي كده كاتب لك لما يحصل سيستول بقى في البنتركل اهو الدفاع ده اهو. الاي في رينج هتقوم راجعه زي ما كانت تاني، فبالتالي هتلاقي الاوزين رجع مساحته زي ما كانت، فبدا الضغط الاورتيك يقل نسبيا. فنتريكولار بريشر الضغط الاورتيك ولا الضغط الاتريال؟ الاتريال انا قلت اورتيك اتريال، انا اسف اتريال، انا بشرح اتريال ساعتها اتريال. طيب فنتريكولار بريشر هيزيد عارف ليه هيزيد؟ عشان هو بينقبض، هو مش سايب الدم ينزل وهو واقف عامل البطن عمال ايه؟ مجرد ما لقيت عمال 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 يزيد 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 يزيد. عارف انت لما خلاص يكون جاب اخره وبدا خلاص بقى الدنيا تهدى شويه في الريديوس كمان ثواني، هتلاقي زمان في الزهور الدم بينزل وهو خلاص بقى ايه؟ ما عادش بقى بينقبض معايا. عشان كده في المرحله دي الفنتريكولار بريشر هيزيد. هيزيد بسبب الكونتراكشن. عارف انتوا كلامكم صح ان انا الدم نازل فالمفروض بقى الضغط يقل، لا بس هو مش واقف عامل كده والدم نازل لوحده زي ايام الاوزين. لا ده هو اللي عمال يلزق في الدم ويزقه، لان الموضوع هنا 100% من فنتريكولار كونتراكشن مش زي هنا. طب فنتريكولار فوليوم سهله دي بقى. يقل طبعا عشان يلزق. الفالفز اظن مفهومه ان دول ستيل كلوزد، شفت انا كلامي واضح اهو، انما دول اوبن. اورتيك بريشر هيزيد لاقصى مستوياته، الراجل هيزيد لاقصى مستوياته طبيعي. عشان بعد كده هتلاقي الدنيا تهدى شويه. انا تهت. انفنس دلوقتي انا بتكلم في الفنتريكولار سيستول على ثلاث مراحل، اولهم ايزومتريك كونتراكشن فيز، هقوم قايل لك تاني براحه. يعني ايه ايزومتريك كونتراكشن فيز؟ يعني الاربع صمامات مقفولين والفنتريكول الفنتريكول عباره عن كلوزد تشانل. وبالتالي الاورتيك بريشر دي اللي كانت غريبه علينا عالي بسبب البلش، انما الباقي كله منطقي. الفنتريكولار بريشر كاعلى ما يكون، الفنتريكولار فوليوم هو كاعلى ما يكون بس ما اتغيرش في المرحله دي، انا مالي من المره اللي فاتت. هقول عليها نو تشينج، صح كده؟ ما انا دخلت ولا خرجت. بعد كده الاورتيك بريشر عمال يقل لان انا قافل الصمامات اللي هتطلع له دم اصلا. الهارت ساوند الفيرست هارت ساوند هيتسمع بسبب قفل الاثنين دول. واضح الكلام كده؟ طيب فتحت الصمامين دول
بقى اسمها ماكسيمم ايجكشن. الصمامات دي هترجع زي ما كان، الضغط هنا هيبتدي يهدى ومع الوقت هيرجع يزيد تاني مع رجوع الفينوس ريتيرن. بس انا المهم بتكلم على الحدث الغريب اللي كان عندنا، البطن بينقبض فالبريشر فيه بيزيد لكن الفوليوم عمال بيقل، الاورتك بريشر عمال يزيد عشان الدم بيندفع، الصمامين دول اتفتحوا. واضح الكلام يا شبابنا؟ طب ريديوسد ايجكشن فيز، هيبتدي البطن خلاص عارفين تخلص تقريبا معظم الانقباض، هيبدا بقى خلاص الضغط يبتدي يقل فيه لان الدم عمال ينزل وهو مش متابع بقى بيتك على الدم على اخره. ده التغير الوحيد، بقيت الكلام هو يعني الفوليوم عمال بايه؟ بيقل، بس بيقل معدل ايه؟ اقل. الاوزين خلاص بقى بيجمع دم تاني بقى ونسينا اللي كان بيحصل خالص. الصمامات هي نفس الوضع، انا ما غيرتش اي حاجه. الاورطه الضغط فيه هيبتدي يقل. حد لقطها ليه؟ عشان خلاص الدم ما هوش واقف في الاورطه بقى، ما خلاص مع الانتفاع الدم انطلق الاورطه ومع الوقت مش ان الاورطه بعيد فالضغط فيه بدا ايه؟ يقل عن 120 بقى وبدا يهدى ويرجع للمرحله بتاعه التمرين تاني على طول. شفت الجرايه عامله ده؟ كمل معايا كده. انا فين دلوقتي؟ انا في حاجه اسمها ريديوس ايجكشن. بقايا الدم بتطلع حلو؟ بس ركز اللي انا هعمله على السبوره دلوقتي. بقايا الدم بتطلع، بقايا الدم بتطلع اقفل بسرعه، اقفل فجاه. ولازم تقول فجاه بعد اذنك، لازم تقول ايه اقفل فجاه؟ لان دي سؤال امتحان وهم ما شرحوش وقالوا اسم الويف. بس يا جماعه كنا بنعمل الويف بتاعت الكارديك سايكل دي كانت عامله كده. شايف النازله دي؟ النازله دي اسمها انسيسورا او دايكروتيك نوتش. ده اسمه اناكروتيك ليمب وده اسمه ديكروتيك ليمب. اللي طالع واللي نازل الاسندنج والديسندنج. هشرح لكم بالتفصيل بس مش النهارده عشان في مشرح كارديك او انا هديك بس الكلمه اللي مكتوبه بس عشان تبقى عارف جت منين. ده وانا بطلع دم وانا بعمل سيستول يعني. ده وانا بعمل دايستول. يعني ده يمثل فنتريكولار سيستول وده فنتريكولار دايستول. انا عملت سيستول خلاص نهيته في مرحله اسمها ريديوسد ايجكشن صح؟ نهيته في مرحله اسمها ريديوسد ايجكشن. المفروض بعد كده ابتدي اعمل فنتريكولار دايستول. لقيت في اول لحظه عرفت الدم طالع تقفل لجن الباب فجاه. قفلت الباب فجاه دي بالظبط بالظبط كده زي ما انت مثلا تبقى جايب ازازه وتملاها او حاجه وتملاها وتقفل. قافل فجاه هتلاقي الميه ارتبكت شويه كده. الارتباك الصغنطوط اللي حصل ده عمل حاجه اسمها دايكروتيك نوتش، النوتش اللي انت شايفها. اسمها انسيسورا او دايكروتيك نوتش، وبعد كده نزلت النازله بعدين. فالمرحله اللي احنا بنحكيها اللي اسمها بروف دايستوليك دي هو شارحها عشان الكلمه دي. لكن فعليا هنا اشرحها. فعليا بص بص يعني فجأة جلاس. انا قفلت هنا وهبتدي دايستول. المرحله بتاعت البروف دايستوليك دي مكتوب فيها الكلام هو بالظبط بتاع المرحله بتاعت الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. الفارق الوحيد ان هنا هو مركز على ان لحظه ما انا قفلت السيميليونر فجأة هي دي البروف دايستوليك. اما كمل بالكاميرا بتاعتي بقى اما كمل مرور الاحداث يبقى اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن. طب تعالى في الصفاره بقى. سيب دي تعالى دي انت تشوف لوحدك. انا قفلت دول صح؟ الدم كان فين بقى؟ مش صح؟ طبعا الاوزين ده مع نفسه بقى من ساعتها ما تعكاش ما اعرفش الاوزين كان عمال بيملى شغال يعني خد بالك هو كل المراحل مكتوب فيها كده ما عدا الاكسترا سيستم. هو عمال يملى بقى فمالناش دعوه خلينا في البوتيك. جميل؟ دول قفلتهم فجاه صح؟ طب ودول سبتهم مقفولين. فالقلب بقى كلوزد تشامبر برضه زيها زي الايزومتريك كونتراكشن. ايه الفرق؟ ان مفيش دم جوه البطن. وبالتالي الضغط هنا يقول لك بيتجه ناحيه الزيرو. كلام حلو قوي في الكتاب. لك بيتجه ناحيه الزيرو عمره ما يوصل للزيرو على فكره. دي مش مكتوبه في الكتب. في شويه دم موجودين في القلب ما بيطلعوش ما بيجيبوش سيرتهم اصلا. اسمهم ريزيدوال فوليوم. قاعدين جوه ما بيطلعوش يعني والا القلب يعمل كولابس تبقى كارثه. فتعال بقى نكمل كده الاحداث. ده خلاص مش هقول تاني بقى هزان هو خلاص بيملى دم بقى بيزيد تدريجي عشان بيملى بيستعد ان دوره هيجي دلوقتي الفنتريكولار بريشر نزل ناحيه الزيرو ما انت ما فيش دم جوه اصلا الفنتريكولار فوليوم عايز اسمعها نو تشينج مش انا كنت خرجت الدم من الماكسيموم اجكشن وريديوس اجكشن وقفلت الصمامات هل انا جبت دم او طلعت دم يبقى نو تشينج يبقى نو تشينج دي اتقالت مرتين في الاثنين الايزومتريك بالفهم اهو لو عايز تسكن يعني طيب الايه فالفس ستيل كلوزد حلوه المعلومه وجميله قوي طب سيميليون فالفس قفلت بيني وبينكم مكتوب في الكتاب انها قفلت ومكتوب في الكتاب في البروتو دايستوليك انها قفلت شفتوا اللعبه؟ عشان كده بقول البروتو دايستوليك دي مش مرحله بجد البروتو دايستوليك دي اللحظه اللي انا قفلت عندها عارف انت فهو كتبها مرحله لوحدها اللحظه اللي انا قفلت عندها عشان لحظه ما قفلت عملت الارتباك اللي ظهرت دي لكن المرحله اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن نعم؟ من الارتباك الارتباك عشان تخيل انت الدفاع ده من الدفاع ده وانت خد خرطوم بيعمل ميه على اخوه انت قافل فجاه هتلاقي الميه اللي جايه في الاخر كده بتخبط عارف انت جاي تخبط كده وانت عامله كده بالظبط اهو ده بقى اللي عامل كده
لكن هي مرحله اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن عشان تفهم الكتاب بس بيفكر ازاي او الدنيا بتفكر ازاي، انما هي مرحله حقيقيه لا. هو الكتاب كتب على سطر يقول لك ان البروتو دايستوليك تعتبر هي نهايه الفنتريكولار سيستول حلقه الوسط وبدايه الفنتريكولار دايستوليك. مكتوب فيها على فكره شرح فيها كل دول، اللي مكتوب فيها هو المكتوب منه بس هو شرح فقط. ما هيسمع السكن ده اصلا لسه مش هو كده من اخر الفوق حاسس السكن ده بيبقى عملت ايه مش هو كده في كتاب من السنوات دي اه ما حطش بس السكن دي معاه يعني ايه سكن السكن ده سكن ده ساوند عشان يا جماعه ما هو اسال الكتاب اديك جاوبت على نفسك اهو كده السكن ده ساوند في ايزومتريك ريلاكسيشن عشان يدي المرحله الجايه ما انت كلامك صح اهو ما بقول لك انت مش بتقول لي بوتو تاثيرك ان الصمام قفلت يعني المفروض دي لحظه دي مش مرحله اصلا عارف لما مكتوب في الكتاب القديم قوي المده بتاعتهم كلهم دي كانت مدتها 2% ملي سكند لو هسمع الهارد ساوند اصلا مدته اطول من كده نعم طب انت بتفكر كده شفت انت سؤالك كيف الكلام فتحت الصمامين دول ايه اللي يحصل؟ الدم هيندفع من فوق لتحت هنا اقف انا خدتوا بالكم ان اللي هنقوله حالا هو اللي قلناه فوق مش انا دلوقتي وانا بعمل فنتريكولار دايستول هي ان انا بعمل اتريال سيستول صح فاللي هيتقال هنا هو اللي هيتقال فوق بس انا حاطط الكاميرا تحت مركز مع اللي تحت اكتر احنا انتهينا عند الايزومتريك ريلاكسيشن بقيت اعمل اقولها تاني يعني ايه ايزومتريك ريلاكسيشن؟ يعني الوضع ايه دلوقتي في القلب؟ الاربع صمامات مقفولين والبطين بقى اوضه مقفوله بس ايه؟ ما فيهاش دم ده مش هقوله بقى خلاص انتوا فهمتوا اللعبه بيملى هو من ساعتها هو عمال يملى ربنا يديله الصحه فنتريكولار بريشر نزلت للصفر الفوليوم نوت تشينج انا قلت نوت تشينج ليه لان هو اصلا كنت مفضيه من ايام الايجكشن اصلا فضيك الايدي فالفس ها رد عليا بقى الايه في الايزومتريك ريلاكسيشن مقفول السيمي لونر قفلتها الاورتيك بريشر بيستمر في انه ينقص لان الدم خلاص اصلا اندفع بقى انا ما عادش اركز معاه في الكاميرا بتاعتي انا بقيت مركز فوق الهارت ساوند هيتسمع السكند هارت ساوند تيجي تقفل الايدي فالفس السيمي لونر فالفس فتحت الايدي فالفس هيندفع الدم من فوق لتحت هيندفع ازاي؟ 70% باي جراف 30% كونتراكشن انا حاسس ان انا بكرر الكلام ده ايوه يا حبيبي ما هو الفنتريكولار دايستول هو بالظبط اللي احنا بنستول تعالى يا سيدي ما تقول يلا ده في الكتاب الاورتيك بريشر في المرحله اللي هي اسمها ماكسيموم فيلنج هيزيد وبعد كده هيقل عمل التقديم مناعي هيزيد عشان السيستول اللي حصل ويقل عشان خاطر الدم هيبتدي ينزل من الفنتريكولار بريشر في البدايه هيزيد وبعد كده هيقل عشان انا عملت دايلاتيشن الفنتريكولار فوليوم هيزيد الايفي فالفس مفتوحه من هذا الدم هتقفلها وتنزل الدم من ايه الدائري السيمي كلور فالفس ستيل كلوز ده الله على الصيح عشان ستيل دي ستيل دي طالعه من الشرخ الجواني الاورتيك بريشر نكمل في النقطات بقى على المنكير ونجمع وجايين لك كمان معانا الهارت ساوند مفيش هارت ساوند هيتسمع في ال هيتسمع السيرد هارت ساوند لو قلنا السيرد نتيجه اندفاع الدم من فوق لتحت والفورس نتيجه كونتراكشن في التيرب ريديوس استكمالا للماكسيمم فيلنج ان انا هكمل نزول الدم فكل اللي احنا قلناه هو لغايه ما اوصل لقمه ان البطين اتملى دم عشان نرجع نكرر الموضوع من الاول تخيل معايا لو كنت تقرا الكتاب هيجي لك رمشه لو انت مش متخيل اللي على الصفوره انا هقولها تاني بهدوء قوي وهنجرب اي مرحله من دول ونشوف هنقول اللي في الكتاب ولا لا عشوائي عناوين الاول بس اتريال سيستول فنتريكولار سيستول فنتريكولار دايستول وواضح من الكلام ان الفنتريكولار دايستول بيحصل تقريبا متزامن مع الاتريال سيستول الفنتريكولار سيستول والفنتريكولار دايستول بيتموا على ثلاث مراحل اخلى الدافع ايزومتريك فيز طبعا هنا يبقى اسمها ايزومتريك كونتراكشن عشان مليان دم انا اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن عشان مفيش دم مجرد ما افتح الصمامات بعد ما خلقت الدافع اعمل الظروف الاقي هنا ماكسيمم ايجكشن وريديوسد ايجكشن ينفع دم عنيف جدا انما هنا يبقى اسمها ماكسيمم فيلنج وريديوسد فيلنج حلقه الوصل ما بين السيستول والدايستول في البطين اسمها بروتو دايستوليك تمثل لحظه ما قفلت عارف ده كاتب ايه بقى؟ يعني ما اعرفش يعني ساب الدنيا وقام كاتب نغموزين في النص كده ان البروتو دايستوليك بيحصل فيها الحته دي اسمها انسيسوره او دايكروتيك نوتش الفنتريكولار دايستول بيحصل فيها دايكروتيك لينو هو العلم بالشيء يعني وقت عارف ده ايه يا جماعه برضه عشان ابقى واضح يعني عارفين ده بيمثل ايه؟ ده بيمثل اندفاع الدم في الشرايين بالذات الشرايين المؤديه على المخ عشان هي اللي بيبان فيها من الاورطه على المخ. فوقت السيستول طبيعي الدم هتلاقيه زايد جامد قوي، وقت الدايستول انا بسحب الدم من الشريان للانسجه اللي الاورطه ارجعه للقلب تاني. فالطالع ده بيمثل سيستول والنازل بيمثل
طيب ده اسمه اناكروتيك مش عليكم دلوقتي. هو ذاكر الاسم ده ما اعرفش يعني ما اعرفش ذاكره في النص مش قال ده ايه اصلا. كان بيقول ايه البروتودايستوليك تسبب انسوسوره او ناكروتيك نوتش. ايوه اللي هي بتاعت ايه دي فهمت انت اللي هي ايه الدم على اخره على اخره على اخره على اخره خد بقى قفل فالدم هيرتبك سنه فالويف هتتفاجئ انها عملت المنظر اللي انت شفته. لكن مع استمرار الدايستول بقى عادي الدم هيبتدي يقل 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 تعملي حاجه اسمها الحاله مش فتره ممكن الحاله مش فتره يعني هي كلمه قريبه من الواقع هي اللقطه الحاله اللقطه اللقطه او الحاله زي ما انت قلت اللحظه اللي انا كنت فيها الصمام. حتى بدليل ان هو مسائل السؤال ده عشان كنت لسه هسالكوا على الحوار ان ليه ما قالش ان السكند هارت ساوند هيحصل. طب حد وزع الهارت ساوند يلا بص 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 الايزومتريك كونتراكشن فيرست عشان قفل دول الايزومتريك ريلاكسيشن سكند عشان قفل دول عشان لو ما افتكرتش فهمك يعني او هتاخد وقت في الامتحان ولسه هنفكر. الفورس في الاتريال سيستول والثيرد اندفاع الدم اندفاعه يبقى ماكسيمم فيلينج اندفاعه يبقى ماكسيمم فيلينج فيس. واضحه يا شباب؟ اللقطه الوحيده اللي انا شايفها ما تجيبهاش بذكائك يعني لو رسمت الرسمه دي في البيت هتجيبها لوحدك. اللقطه الوحيده اللي ما تجيبهاش بذكائك هي موضوع الاتريال بريشر وقت الايزومتريك دي ان حصل بلج. فالبلج ده رغم انه تخيل ان الدم نزل من فوق الضغط زاد بسبب ان انا قللت المساحه بسبب حاجه اسمها البلج بيبقى قوي قوي بالمناسبه يعني انت الاوزين اصلا مش زي ما الرسم كده الاوزين حتى قبل الجو. فالبلج ده بيقوم ايه؟ مضيق المساحه زياده عن اللزوم. صعب الكلام؟ انا شايف انك لو تخيلتها هتلاقي دي مثال. الفيرست قفل مايكرال وترايكاس السكند قفل اورتيك وبالمونري فالف سرد اندفاع الدم من الاوزين للبطين والفورس كونتراكشن اوف اتريال وول. مين في دول فيها كونتراكشن اوف اتريال وول؟ يبقى الفيرست يبقى ده فورس هارت ساوند. الفيرست مع الايزومتريك والسكند مع الايزومتريك. الفيرست مع الايزومتريك كونتراكت السكند مع الايزومتريك ريلاكسيشن. السرد اندفاع الدم اندفاع الدم يبقى اسمها الفيرست ماكسيموم فيلينج فيس. وضحت؟ ما هو شرح الهارت ساوند مش قال الهارت ساوند سببه ايه؟ هيبقى اكيد اللي هيذاكر هيحفظها مش هيحفظها ان شاء الله. كاسكين الموضوع سهل انا شايف انه سهل. يعني عارف مثلا اورتيك بريشر دي السوري اسف اورتيك كل مره اقول اورتيك الاتريال بريشر اتريال 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 بريشر اتريال بريشر هي اول مره وثاني مره وبعد كده عمال يملى عارف سايب البطين يضرب يقلب هو عمال يملى طول الوقت فالموضوع سهل. الفنتريكولار فوليوم نجربها على كل فيلم الفنتريكولار فوليوم سهله خالص مش هتلخبطها. وقت الاتريال سيستول بتزيد وقت الايزومتريك كونتراكشن نو تشينج وقت الماكسيموم ايجكشن هتقل ريديوس ايجكشن هتقل بس بمعدل اقل ايزومتريك نو تشينج ماكسيموم فيلينج عماله بتزيد ريديوس ذا فيلينج بتزيد بس بالاقل. الدنيا سهله مش صعبه. الاورتيك بريشر مثلا لو عايز تجربها على كله كده بالعرض الاورتيك بريشر الراجل طول الوقت قليل لغايه ما يحصل ماكسيموم ايجكشن بس وطول الوقت قليل لان وقت ماكسيموم ايجكشن انا بس فتحت فانطلق دم كتير فالضغط زاد مع الوقت بدا الدم ايه يمشي للبريفرال تشو يمشي للبريفرال تشو يمشي وبعد كده قمت قافل اصلا فما فيش دم فيه. فالاورتيك بريشر طول الوقت قليل الا لحظه الماكسيموم ايه انا عايز تجيبوها بالعرض يعني انا مش عايز اقول لك عايز اعمل زي معاك والكلام ده انا عايز اعملها بدماغك انت يعني عايز تعدي بالعرض عليهم كلهم الصمامات. وقت الانترنت ستون دول مفتوحين ودول مقفولين وقت الايزومتريك دي او الايزومتريك دي الاربعه مقفولين وقت الايجكشن يبقى دول اللي هيتفتحوا وقت الفيلنج يبقى دول اللي هيتفتحوا. صعبه والله انا شايف ان الدنيا سهله لو عايز تقول واحده بالعرض الدنيا سهله مش محتاج تذاكر ايه محتاج تذاكر خلاص انا ابتديت فيها في الماجستير اصلا فدخلت الدكتوره فبتقول لي قول المراحل فقلت لها اساميهم مش شاده اهو لا العظيم مش شاده فحاجه مش هتعرف حاجه لا هو خلاص كده ده حلو الماجستير ده قوي جميل وده امتحان كارديولوجي مش فيسيولوجي. انا كنت بذاكرها كده كنت بعمل ايه بقى بس خلي بالك تيجي تقرا الكتاب الكتاب كاتب نفس اللي احنا بنقوله بالظبط والله بس مشكله الكتاب ايه انك عملت بريشر وفوليوم ومش عارف مين مرحله وحطوه شوف اسم العنوان بتاع المرحله في الكتاب شوف كده بخيالك العنوان ايه اللي بيحصل فيه كذا كذا تقرا هو خلاص زي الفل تلاقي الموضوع خلص هوا دول ست سبع صفحات في الكتاب هوا فاهم. الجزء اللي جاي بقى سهل وعسول شايفين هنزود وقديم وقمر وسوق هعمل لكم حصه مراجعه بقى للفسيولوجي الكارد الحصه واحده بس بقى راجع برضه الحاجات اللي تحت سواء الاستوديو ولا سمعت الاستوديو ولا اكمل الاستوديو مستحيل. طب انتوا مش ناويين في كويس انت شاطر نزلت ايه؟ نزلت اناتومي كارديو انا نزلت استوديو كارديو انا هيك انا مش سي ان اس تعرفش انا مش كارديو نزلت الاستوديو كارديو ده هو بس ما نزلتش يا لهوي انا هموت واشرح في الحصه اصلا اصل انا بموت في الحته دي تونيكا انتما تونيكا ميديا تونيكا ادفنتيشيا هتسمعوها في الفيديو هتفهمها يعني
عارف مشكله الهيستولوجي ايه؟ ان الناس عارفين هو وصف فبيحفظوا برضه، مع ان ان كل شيء خلقناه وخلقناه. فالهيستولوجي فيه قاعده ثابته عشان تعمل عمل متكامل والكمال لله وحده، لازم تجيب اللي هيشتغل وتجيب ايه؟ معاه نظام الشغل. فلازم الطبقه الاولانيه في اي حاجه في الدنيا تكون ايبيسيلي، الا في الاوعيه الدمويه اسمها اندوثيليوم. اللي تحتها طبقه اسمها صاب اندوثيليوم، طبيعي كونكتيف تيشو فيه كل ما نزل وطاب عشان يخدم عليه. والطبقه الخارجيه خالص كونكتيف تيشو للحمايه. هو مسميها اسامي ثانيه بس بمنتهى البساطه. ايه الفرق يا ابني بين شريان والوريد ده؟ خلي بالك بقى الكتاب كاتب 6 صفحات بلاط بس يخلص في 5 دقائق، وانا هعملهم في الفيديو كده. تركيب الشريان زي تركيب الوريد زي تركيب الشريان الكبير الوسط الوريد الكبير الوسط. الفرق ايه؟ ان الوريد معروف ان هو سين وول ووايد ليون، والعكس في الشريان عشان في طبقه اسمها الاستيك لير موجوده في الشريان مش موجوده في الوريد. مين اللي فيه صمامات؟ الوريد والشريانين الكبار كانوا على السبوره حين اورطه والبلط. بقى نغنيس وغنطوطه بقى كده عشان الام اس كيو لما يبقى فيه ام اس كيو ان ايه؟ الطبقه الفرنيه تبقى ازيد في الميديا سايز ارت بس، اكتر من كده الموضوع هياخد هوا يعني، الموضوع سهل ان شاء الله. يلا بينا. والموضوع بتاع السيرجي النيورو لو انت فهمت في السيرجي هتلاقي التراكس بقى مخفي يعني، عارف انت ما عادش الرخامه اللي الناس كانت بتحفظها في الاول. كاردياك انرفيشن. الكلمه خطتني. انرفيشن الاعصاب اللي بتروح للقلب. هو انت مش قايل ان القلب عنده نيرفس اوتو ريجيليشن؟ اما رايح له اعصاب ليه؟ فور ريجيليشن. على فكره عارف اخد بيك والله حاسس انك شربت الصنعه على فكره انك وصلت معايا. فور ريجيليشن نوت انيشيشن، رايحين عشان ينظموه مش عشان خاطر يقولوا له اشتغل او لا. انت بتيجي نسترجع عشان الناس بتقعد تحفظ وناسي انها عارفه الكلام ده كله اصلا. والله الناس عارفه الكلام ده بس ناسي. مين الاعصاب اللي بتروح للقلب عشان تنظمه؟ مش القلب ده شغل اوتونوميك ولا بروح له حاجات سيماتيك؟ اوتونوميك يعني رايح له يا اما سيمباثيك يا اما بار. طب ما نقول بقى التفاصيل. كان بيروح له البار تحديدا مين؟ الفيجاس. والفيجاس ده طلع من اسمها الدور ذا موتور نيوكلاس اوف فيجاس موجوده في البرين ستيم. انما السيمباثيك اللي بيروح له كان بيروح له من تي 1 لتي 5 من غير ما تكون فاكر اصلا الارقام يعني، هيروح له من برين ولا سباينال كورد عشان يبقى قريب من مكان الشغل سباينال كورد. ومن انهي سيجمنت في السباينال كورد؟ السورس. هو كاتب ثوراسك في الكتاب بس اصلا، بس هو في ايام الفسيولوجي كان من تي 1 لتي 5. السيمباثيك بيغذي الاوزين والبطين. انما الفيجاس بيغذي الاوزين بس، البطين دازنت سبلاي باي فيجاس. طبعا قلنا عشان في ريفلكسز كتير قوي بتحصل بالفيجاس بتاع البطل والبطله مرتبطه بالفيجاس، لو كان الفيجاس رايح للبطين كانت تبقى كارثه. هو يروح للاوزين قشطه انت بتلعب في 30% كده كده الدم نازل ايه؟ وهكون سيمي بس في بطل البطل. بطل كان بقى واقف جنب اخته بطله اخت فاضله بيعملها كده كانت بتعمل ايه؟ كانت بتقرعش. ايوه اسم الله عليك. هنحكيها بالتفصيل النهارده هنعرف اسم البطله بالمناسبه يعني اسمها ماري بالمناسبه. في حاجه ناقصه. انا لما بصيتها بزاويتنا احنا مش بزاويه الكتاب حسيت ان في حاجه ناقصه عشان نفهم الكتاب كاتب ايه وليه، وان الموضوع مش عايز حفظ بربع جنيه، وان احياه عيالكم وحد يسمع الكاردو مني ويتخض ان الناس بتصيح. المشكله فيهم مش فينا والله، احنا اللي صح. دي اعصاب. هو السمساك والبار في ايدهم يطلعوا اوامر؟ ما حصلش. دي اعصاب ايفرنت. انا لسه شارح في السي ان اس امبارح طازه ان السي ان اس بيطلع عصب اسمه ايفرنت، يا ايفرنت سوماتيك في شغل السي ان اس يا ايفرنت اوتونوميك. فدول مجرد اعصاب مش في ايديهم انه يدوا الاوامر. الناس دي بيشتغلوا لما الامر يجي لهم من السنتر. يعني المفروض سي ان اس يطلع يا سيمباثيك يا بارا يروح للافكت اورجن هيبقى فيها عضله القلب يعملوا له افكت. مين هي السناتر اللي مسيطره وبتدي اوامر للسيمباثيك والبارا؟ سنترين موجودين في البرين ستيم. واحد ورا اسمه سي اي سي، واحد قدام اسمه سي اي سي. خلي بالك عشان دي هتخلص ارخم شابتر في الكارديو. بالنسبه للناس يعني ان شاء الله مفيش حاجه سي اي سي اختصار كارديك اكسلاتوري سنتر. سي اي سي اختصار كارديك انهبيتوري سنتر. بالعقل يعني لما يتبعت لي اشاره من الريسبتور يقول لي ان ضربات القلب ضعيفه، يقول لي ان القلب مش شغال كويس، يبقى شغال مين في الاثنين؟ سي اس سي. سي سي عايز يعمل ايه في القلب؟ انكريز بالكارديك ريفرس. عايز يبعت حد يكون بوزيتيف بنوتروبيك وبوزيتيف كورنوتروبيك ودرومو بقى والحاجات دي. مين اللي يعمل ده؟ السمباثيك. يبقى السي اس سي هيقوم بعت اشاره من عنده بالبرين ستيم لحد الثوراسيك في البارت بتاع السباينال كورد يقول له طبعا انا سمباثيك ازاي بشغل ده؟ طب واحد ضغطه عالي، واحد ضربات القلب اوفر، عايزين نهدي القلب شويه، يبقى هنلجا للسي اي سي. السي اي سي عايز يبعت حد يهدي القلب، هيبعت مين؟ الفيجاس. هو الصدفه قريبه قوي من الفيجاس، الاثنين في البرين ستيم قريبين من بعض يعني.
هما ده في المضله منزل جنبه قوي فايه بعته فالفيجاس يقوم رايح مهدي الجزئين والفيجاس مقسوم اثنين عشان الكتاب مش كاتب غير واحد فيهم الرايت فيجاس بيهدي السيمون من عندنا عشان الكتاب مش كاتب الثانيه دي والليفت فيجاس بيهدي الايليك وبالتالي القلب هيك وبالتالي لما تشوف الكتاب ده اسمه غازي ده انت عارف اللعبه ايه؟ اللعبه انك عندك شطرين كبار جدا يختصوا في الاعصاب بره شطر اسمه كاردياك انرفيشن مين يبني اللي بيعمل كاردياك انرفيشن سمباثيك او بار بس معلش يعني ما تفخمهمش دول اعصاب مش عشان خدناهم في الكتاب تفخمهم اعصاب مين اللي بيديهم الاوامر سي اي سي وسي اي سي في غيرهم على فكره بس دول اساس عارفين مين اللي غيرهم؟ بالمره يعني بما اننا بنحب بعض في واحد اسمه فازو كونستريكتور سنتر عشان شغل الضغط ما جاش واحد اسمه فازو دايريتور سنتر والاثنين على بعض كان اسمهم فازو موتور سنتر السنه اللي فاتت بس دول الاساس دول مختصين بكل شغل القلب التانيين مختصين بالضغط اكتر عشان كده اسمهم فازو دايريتور وفازو كونستريكتور في شابتر كامل اسمه ريجوليشن اوف هارت ريت بصوا الساعه وقله الادب عشان الكتاب بيتوهك وانت ما انتش عبيط القصه سهله قوي انت عارف نص الريفلكس التاني بيقول لك ريجوليشن لو حصل مشكله هنتصرف ونصلحها عندي تصليحين لو المشكله بتتطلب ازود القلب يبقى همشي في سكه السي اي سي وانت عارف السكه للاخر يعني هبعد السي اي سي ومن بعد سمباثيك ومن رايح لعضله القلب ومزود كل حاجه لو المشكله بتتطلب اهدي يبقى همشي في سكه السي اي سي يبقى باقي ايه في الشابتر الرهيب اللي الناس بتستخبدها انك تعرف المحفز ايه واحد مثلا عنده نقص اكسجين يبقى المفروض نزود ولا نهدي القلب نزود يبقى همشي في سكه السي اي سي واحد ضغطه عالي يبقى ازود ولا اهدي القلب اهديه يبقى همشي في سكه السي اي سي ده اللي هيبقى بيحصل فيها هبل قسما بالله هنيجي بقى في الشابتر بتاعنا الشابتر بتاعنا اسمه كاردياك انرفيشن مكتوب عند حضرتك ازاي الاناتومي انا فاكر ان السي اي سي بيقوم باعت للسمباثيك اللي طالع من الثوراسيك سيجمنت لان هو ده اللي رايح للقلب تاثيره ايه على القلب؟ اي سي تاثير السي اي سي اي سي اكسلاتوري للقلب يعني بوزيتيف انوتروبيك بوزيتيف كرونوتروبيك بوزيتيف زون بيزود الكارديك والعكس في التاني بس التاني بيبعت لمين؟ للفيجاس وانا عارف الكلام ده كويس بعد كده عندي شابتر مهم قوي اسمه الفيجال تون ما تهيألي شرحناه اصلا تون يعني نغمه حاجه مستمره كونتينوس والفيجاس بيهد يبقى كونتينوس انهبيتوري افكت بتاع الفيجاس على القلب كونتينوس انهبيتوري افكت بتاع الفيجاس على القلب من عندنا رايت فيجاس بيهد الاستيم يعني بيهدي الريثمستي هي دي اللي بتطلع الاوامر والليفت فيجاس بيهدي الافيون يبقى بيقلل الكوندكتيفيتي بالمناسبه انا بقولها لكم ليه؟ عشان فرما عشان في الفرما هقول لك الديجيتالز بيحفز الفيجاس فيبقى الديجيتالز بيقلل الريثمستي وبيقلل الكوندكتيفيتي عشان شغل الفيجاس ميكانيزم الفيجاس تون هحكيه حالا عشان اختم بيه القصه طيب في تعريف اسمه فيجال سكيب يعني ايه فيجال سكيب؟ حاجه بتهرب من تاثير الفيجاس الانهبيتوري ده اللي هي مين؟ الفنتر سالهم في الامتحان مره ايه الميكانيزم؟ فنتر كيل دازن سبلايد باي فيجاس اه والله العظيم هل منطقي ان اقول لك ما تاثير الفيجاس على القلب؟ الراجل هو الدراع اليمين بتاع السي اي سي بيهدي كل حاجه لا بس دازن سبلاي فنتر طيب لو حصل سيفير فيجال ستيميوليشن كتاب كاتبه انا مبسوط انه كاتبه لو حصل سيفير فيجال ستيميوليشن حد الفيجاس اشتغل زياده عن اللزوم قوي حد يساعدني الاستيرويد هتقف الايفينود هتقف يبقى القلب اوتوماتيك هيشتغل بمعدل من 25 ل 40 اللي اسمه ايديو فنتريكولار ريزم بتاع الاسم البركيتش مكتوب كده في الكتاب تيجي نزود بقى كلينيكال في حياتنا المره يعني في حدث كمان هو اللي هيجيب المريض اصلا مش ده تخيل ان مش ده اللي هيجيب المريض اللي هيجيب المريض اسرع لان هيبان تاثير الفيجاس فيه اسرع اللي هيبقى عنده حموضه وارتجاع بشع. مش الفيجاس ده بتاع بركه؟ البركه كان بيغذي السوراكس والابل. تاثير البرع على الجهاز الهضمي ايه؟ ستيميوليشن كان بيزود الاتش سي ال بكميات بشعه والحركه بتاعه الجهاز الهضمي فبيعمل قرحه وارتجاع رهيب جدا ما بيستجيبش لاي ادويه. هتجيب له الدواء يمين شمال ما فيش ادويه بتعمل معاه كده. في اللحظه دي لازم يعملوه فيجوتون. يضطر يقطعوا حته من الفيجاس عشان خاطر الدنيا تهدى شويه. طبعا تاثير القلب اقوى واعمى بس بيبان متاخر يعني التاثير بتاع الجهاز الهضمي ده بيبان اسرع عشان كده دايما هو ده اللي بيقابل بيقول لك هنعمله فيجوتومي فيجوتومي يعني يطلعوا حته من الفيجاس البرانشات اللي رايحه لتحت بتطلع كده مين طيب في حاجه اسمها سمباثيك تون طبعا هو هنا كتب حاجه جميله قوي احنا اوريدي قلناها من وظائف الفيجال تون انها بتخلي ضربات القلب تبقى 75 ضربه في الدقيقه اوزور ان الاس ال بتطلع او قادره تطلع من 100 ل 110 وكده كده في الكتاب احنا عارفين ما بيحصل سمباثيك تو هو السمباثيك شغال في النورمال ولا في
الله يبارك لك، الله يبارك لك، لا يعبوا لك في عيالك، لا يفرحك بيه الاثنين، بس الفيجا فاكتر سن. احنا الصلعه شاكلها من زمان. كل الحاجات اللي ناقدها موجودين في النوم، بس انا مش حاسس بيها. بس انا لو فهمت الفيجا الكون انا حاسس بالفيجا السن. فالاثنين موجودين في النورمال على فكره، بس الفيجا ده اليد العليا سن. لكن ده ما يمنعش ان تسال مساله فوق، انا موجوده ليه؟ عادي. الله يبارك لك، شفت الجمال؟ ما ربيت والله العظيم، حد قال لي ريجريشن، حد قال لي عادي، وقال لي عشان الفيجاس ما يقفرش. كان في الكتاب القديم قوي قوي ايام 10 سنين فاتوا ولا حاجه كده، كان مكتوب لك وانتوا اللي هتردوا عليه. لو قطعت الفيجاس ضربات القلب بقى ايه؟ 150. الله يبارك لك، اكتر من 110 كمان. اكتر من الطبيعي بتاعها عشان السمباثيتك هيسيبها. عارف يا نهار خراب بقى، يا نهار دلع، مفيش فيجاس مش هيوقف ان مش هيسيب السيول في حالها. ده هي بتطلع 110 يقول لا كمان. حلو قوي التعليم. طب لو قطعت السمباثيتك ضربات القلب هتقل الاقل من 40. ليه؟ انا الفيجاس في النورمال كان بيقللها من 100 110 كام؟ 85. ليه؟ عشان في السمباثيتك له بس كفايه كده، ما تقفرش بس بيتك بيتك. مفيش سمباثاتك الفيجاس هيكمل. طب قطعت سمباثاتك وفيجاس 110 من 100 ل 110، ما عادش في اي تاثير على القلب، القلب هيشتغل بالنفس. شفت اللعبه جايه منين؟ فطبعا المفروض الحاجات دي احنا متربيين عليها ان كده كده في الاثنين، بس الاثنين مش قد بعض بالظبط. الفيجاس ازيد سنه لان محتاج اقلل ضربات القلب سنه. وليه ربنا عمل كده؟ عشان افكركم الحصه اللي فاتت، لاني بخاف من زياده شغل القلب ولا نقصه؟ نقص اي حاجه اصعب من زيادتها، وعشان اكون امين معاك. ضربات القلب ما ينفعش اقول ان نقصها اصعب من زيادتها غير لما تقل عن من 40 ل 50. يعني عارف لو 60 دي الدنيا تعدي لازم تكون قليله قوي زياده عن اللزوم. فعشان خايف من نقصها ربنا عز وجل مخلي الفيجاس مباشره بعد الاس ان او. فجاه ضربات القلب هاديه زياده عن اللزوم، هم مبلغين السي اس سي. السي اس سي هيروح يبلغ السمباثيتك، بس قبل ما يبلغ السمباثيتك هيكون في اشاره انهبيشن للفيجاس الفوريه، فيقوم ضربات القلب مسرعه بسرعه جدا. ضرب الاس ان قادره تطلع كام؟ من 100 حد. ليه ربنا ما خلاش تطلع 75؟ ليه خلاها تقدر تطلع ده ويجي فيجاس يعني حاجه اسمها فيجال تون يقللها ل 75؟ عشان يبقى عندي رد فعل اسرع من الطبيعي. انا في العفو وانا صغير ان ضربات القلب هدي اشغل السمباثيتك اللي بيزود، صح كده؟ اللي هو مين اللي هيديله الامر؟ ده المفروض صح؟ لا، في حاجه هتحصل اسرع، انك توقف الفيجاس. لانك لما هتوقف الفيجاس كده الاسيوت فورا هتشتغل جامد من غير تحفيز، لان انت شلت التكتيفه اللي عليها. عارفه زي ما كانوا بيشرسوا الكلاب كده، لو شفت حد بيشرس كده عارفه يبقى رابطه وعمال يشممهم لحمه، شمم لحمه لو فك الرباط هيجبره. عارفه الفعل يجبر ليه؟ لان هو خلاص مستعد للاكشن اسرع بكثير من ان انا اجيبه البيت اقول له يلا اجري ورا حد. فهمت ده رجعت منين؟ بقينا اخر حاجه في الحصه الجميله النهارده دي، حاجه اسمها ميكانيزم الفيجر تو اللي هو بالبلدي يعني ازاي ربنا محافظ على الفيجاس طول الوقت شغال يهدف الاس ان. بيني وبينكم يعني عشان انا بركز زياده عن الدنيا، ان كلمه فيجر تون دي بتفكرني بحاجه امبارح اسمها ماسل تون، والدنيا قريبه من بعض قوي. امبارح كنا قلنا الماسل تون اسمها ستاتيك ستريتش ريفلكس، ان طول الوقت طول ما انا صاحي عايز العضله مشدوده سنه، يبقى طول الوقت لازم اوفر ريفلكس يفضل يبعت اشارات يبعت اشارات يبعت اشارات عشان تفضل العضله في حاله كونتراكشن طول الوقت. انا حتى كنت بلجا ان الالفا موتور نيورون اللي رايحه تخلي العضله تنقبض كانت بتبعت الجمال تقول لها بقول لك ايه، شد لنا اطراف الريسبتور عشان يفضل بيعمل الريفلكس طول الوقت، فيفضل الماسلتون طول الوقت. فتعال نشوفها من نفس الزاويه بالظبط عشان نشوف جمال خطر ايه اللي مخلي الفيجاس طول الوقت مركز مع الاس ان او ما بيوقفش. ريفلكس. الريفلكس ده بسبب زياده الضغط، مش انا لو الضغط عالي المفروض نعمل ايه في الهارت ريت؟ اهدي. فانا هوفر طول الوقت للقلب ان يبقى الضغط عالي سيكه صغنطوطه كافيه انها تحفز الفيجاس، فالفيجاس يفضل طول الوقت عارف انت عمال يهدي في الاس ان او. اللي انا هحكيه ده ميكانيزم الفيجاس تون بما انها عم بلغ شورت نوت، هو حاجه اسمها مارس دو بطله المسلسل ان شاء الله والحصه الجايه هو نفس الريفلكس بالظبط. هو شغل بتاع حاجه اسمها كارود ساينس واورتيك ارشر اللي فاهم يعني ايه حالا، واجابت اربع او خمس اسئله بنفس المعنى بالظبط. تعال اقول لك على السطوره دي ونختم. فكرت بحاجه قديمه كده، هو
مش انا وقت الاشاره الكهربائيه كان الصوديوم بره وبره مره جوه السلك، مجرد ما بفتح القناه بتاع الصوديوم الصوديوم عنده اشاره خزعبليه ان هو يدخل صح. كانت القواعد بتقول ايه؟ ان المفروض يدخل لحد ما يتعدد الاستقطاب، مش انا بتحرك من الاعلى للاقل او من جوه السلك المفروض لغايه ما يتعدد الاستقطاب. لكن كان في عضله القلب قنوات الصوديوم كتير قوي لدرجه انها دخلت الصوديوم وجيت اقفل عند الصفر ما قفلتش عند الصفر، وصلتني لموجب 20 يعني جوه بقى موجب وبره ايه؟ سالب. ليه ربنا عمل كده؟ عشان يخلق دفع للبوتاسيوم. ساعه ما افتح قنوات البوتاسيوم البوتاسيوم هيطلع بسبب فرق التركيز مش هو جوه اكتر من بره، لكن كمان انا خلقت له دفع جديد ان هو هيطلع عشان بره سالب وهو ايه؟ فاحنا هنعمل حاجه شبهها. اللي دلوقتي مش انت المفروض تحافظ على الضغط نورمال؟ لا، ربنا عز وجل بيخلي دايما الضغط يزيد. السيكا الزغنطوطه، انا كلامي واضح اهو، السيكا الزغنطوطه طول الوقت، السيكا الزغنطوطه دي هتبقى كافيه انها تبلغه فوق يا جدعان الضغط زايد سيكا، شغلوا لنا السي اي سي ضغط عالي، فيبقى اللي هيهدي القلب عن طريق مين؟ الفيجاس. هيفضل الفيجاس طول الوقت عاملين بنفشه، عارفين انت عاملين دلوقتي الباشا اشتغل يا باشا. القصه واضحه وصريحه. الموضوع ريفلكس. طبعا مين هو السنتر بتاع الريفلكس؟ السي اي سي. مين الافكتور اورجان؟ القلب. مين الافرنت؟ الفيجاس. ايه الافكت؟ هقلل الكارديك بروجريس او هقلل الهارت ريت اللي انا بتكلم عنه دلوقتي. بدل ما كان هيطلع 100 110 طلع 75 ناقص النص الاولاني. النص الاولاني ده بيبقى فيه ايه؟ ريسبتور وافرنت. الريسبتور اسمهم بصوا يا جماعه بارو ريسبتور او بيسموهم بريشر ريسبتور. معلش انا مش قادر بجد مش قادر عشان الكارديو ما بنساش. كارديو كبير كمان بس عفوا. انا كل شيء خلقناه بقدر. بذمتكم وانا هسالكم انا عارف ان انتم مش هتحسدوني. لما ربنا يحط مستقبلات للضغط يشوف ضغط الدم المفروض المستقبلات دي تتحط فين في الدوره الدمويه؟ في اولها في طلعه الاورطه. عشان بالبلد انا واقف على باب القاعه الدنيا اتزحمت بس ما تدخليش حد تاني. مش هوقفه في الاخر بعد ما نكون هنا سنه مش هحط ريسبتور في اخر الدوره الدمويه. فكان منطقي ان في ثلاثه بريشر ريسبتور في الحياه. اولا اسمهم بريشر ريسبتور لكن الاسم الاشهر بارو ريسبتور موجودين فين؟ في ثلاث اماكن. هو كتب اثنين في الكتاب الثالثه اللي عندنا. فاكرين القرش الاورطه؟ فاكرين تمريك يوجا فارق ليفت كومون كارت ليفت صف كده؟ هنفتكرها تاني نعرف من بعض فين يعني. في ريسبتور فيهم عند الكاروتيد ارترز وريسبتور فيهم عند القرش الاورطه. واحد عند الدوره الدمويه الكبرى والعرض الفصيح اهو، واحد عند الدوره الدمويه الدماغيه بتاع ثالثه ثانوي ايه؟ اللي متخيل الثالث فين يبقى اكيد لقطها عند الدوره الدمويه الصغرى على البلمونري ارتر. هم ثلاثه بره الريسبتور في الحياه، واحد عند البلمونري، واحد عند القرش الاورطه، واحد عند الانترنال كاروتيد ارتر تحديدا. هو بقى بنتكلم على الاثنين دول بالذات. دول واقفين عند طلعه الدم، لو الضغط عالي يا جدعان بلغوا فوق ان الضغط عالي يقولوا القلب يهدى علينا شويه ما يبعتلناش كتير كده الدنيا اوفر قوي. فكده انا اتخيلت الموضوع. اسم الريسبتور بارو ريسبتور او بريشر ريسبتور اللي هم مين تحديدا؟ اثنين ريسبتور، واحد اسمه اورتيك ارش ريسبتور، واحد اسمه كاروتيد ساينس. يبقى اسامي الريسبتور اسمهم اورتيك ارش وكاروتيد ساينس، واللي لقط هم دول بتوع البطل والبطل. موجودين في المكان ده. هو عشان كده بيعمل كده سطحيا بيضيق الشريان. تضييق الشريان دي عشان الضغط يحصل له ايه؟ يزيد. ما هو مشكله الريسبتور من ام سي لسه انا قايل لك ما بتبلغش السبب، هي اللي شافته بتقوله وخلاص. فاسمهم كارتون ساينس واورتك ارش. يبقى انا بربع جنيه اناتومي. ايه اللي بربع جنيه اناتومي؟ مين الافرنت؟ الاورتك اورتك فيجاس والكاروتيد ساينس بلوسو فارنج. الاورتك اورتك فيجاس والكاروتيد ساينس بلوسو فارنج يعني ايه؟ الاورتك ارش ريسبتور بنروح لحاجه اسمها اورتك نيرف. الاورتك نيرف ده بعد كده بيدي بالفيجاس نيرف. فيجاس هو الفيجاس افرنت ولا ايه؟ التلات الثلاثة يا مهواتي اللي نسيته اوتونوميك السنة اللي فاتت ده اسمه العصب الحائر عشان فيه كل أنواع الفايبر. في فايبرز سنسوري اسندنج، في فايبرز ديسندنج اوتونوميك، وفي فايبرز ديسندنج سوماتيك كمان. فتخيل إن الريسبتور طالع بفيجاس ونازل بفيجاس. بصوا يا جماعة العصب الفيجاس عامل كده، لو فتحته من جوه هتلاقي في فايبرز عاملة كده، في فايبرز عاملة كده رايحة لسكيتال ماسل، فايبرز عاملة كده رايحة لسموث ماسل وجلاندز. فالراجل جواه سنسور وسوماتيك وفي كل انواع الاكسجين في الجسم ما تنساش. فالاورتك انا حافظها كده الاورتك بتدي عصب اسمه اورتك بعد كده تدي الفيجاس. والكاروتيد بتدي حاجه اسمها ساينس نيرف والساينس نيرف بيدي كلوستوفالج. حلو؟ فانا حافظها اورتك اورتك فيجاس
كاروتيد ساينس بنص فلج. اقولها على بعضها بقى. انا بحكي الريفلكس. الريفلكس اسم الريسبتور حابب يساعدني بار او بريشر ريسبتور اللي هم مين تحديدا كاروتيد ساينس واورتيك ارش ادي الريسبتور القفل. تقدر تقول فيجاس وبنص فلج. انا قلت التفصيل عشان في الكتاب بس، لكن هو ما هيجي يسالك في الامتحان مش هيسالك غير عن ان فيجاس وبنص فلج، لكن هي لو بالتفاصيل الاورتيك ارش تطلع في اورتيك نيرف على الفيجاس نيرف، والكاروتيد ساينس تطلع على الساينس نيرف على الكلوس فالنج. فانا قلت اورتيك اورتيك فيجاس كاروتيد ساينس بلوس فالنج. مش فارقه يا جماعه ده نيرف السندر سي اي سي الايفرنت فيجاس. تخيل ان الايفرنت والايفرنت فيجاس عادي مشكله هو كلهم في فلك الناس. الفيجاس مين الافكتور اورجن عضله القلب. ايه الافكت؟ هقلل كل الكاردك بروس اللي على الاعصاب الهارت. ناقص ايه؟ ناقص اهم حاجه ناقص الستيموس. انت مش اهم حاجه ناقص الستيموس. ازاي ربنا عز وجل خلق ستيمولس طول الوقت يخلي القصه دي شغاله عماله على بطال اللعبه حلوه؟ تعال نجيبها من الاخر. هو الفيجاس لما يهدد الهارت ريت ايه اللي هيحصل؟ هيقل الضغط سن. لما يقل الضغط سن يبقى الجسم مشغل مين؟ سمباثيتك. بس سمباثيتك تون بربع جنيه. سمباثيتك تون مش هترجعه نورمال بالظبط، عارف هتزود سنه صغيره. السنه الصغيره دي هتضطر تحفز البارو ريسبتور ونقعد نلف القصه دي. ده انا حاسس حاسس كده والله اعلم كاني بقول جامس بنت ممكن، عارف انت كلمه نفس المعنى بتاع اللي عملناه المره اللي فاتت، ان ده يتحفز المحفز اخوه عشان نفضل طول الوقت في حاله التون اللي احنا حاكيين عليه. فالستيمولس يا جماعه زياده البريشر باي 60 ملم زيرو من 20 60. استنى عشان ما افسرش، استنى مضطر افسر. هو ده سيستوليك ولا دايستوليك؟ ولا ده ولا ده؟ ده المين بلاد بريشر، زياده المين بلاد بريشر المتوسط. عارف البلد كده عشان 120 80 المتوسط تقريبا 100. لو المتوسط ال 100 ده اللي هو 120 80 زاد 20 مش هاخد بالي من اللي حصل، لان 20 دي ما بين فوق وتحت، فاللي زاد فوق وتحت مش قد كده الموضوع مش مستاهل اصلا ان يحصل حاجه. طب لو زودته 100، لا ده 100 ده مرض. 100 ده معناه ان فوق وتحت زادوا وتخطوا الارقام العاديه، لكن من 20 ل 60 فاللي هو عارف انت بدل 120 80 بقى 130 90 بقى زاد 135 على 95 اللي هو رينج كيف ان الجسم يسيطر على الموضوع. فلو عايز تشوفها بقى اعمق من كده عشان الكتاب كاتب ريفلكس الناس مش عارفه ريفلكس علاقته ايه بالموضوع. بالبلد الفصيل ربنا عز وجل مش هيخلي ناس المساتك ولا الفيجاس. مش هيخلي ناس المساتك ولا الفيجاس يوقفوا عند النورمال، عارف لو وقفوا الضغط عند النورمال يقف الريفلكس يعني. انا مش عايز يقف. انا عايز طول الوقت ايه؟ مناقشه كده تفضل الفيجاس صاحي معانا هيفضل مهدنا الاسترين في العالم. طبعا لو حصل خلل في الجسم لا هيبتدي يا ده يشتغل جامد قوي يا ده يشتغل جامد قوي، دي مش قصتنا. انا بتكلم عن النورمال. في النورمال بص 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 الضغط عليها سي او محفز الريفلكس اللي على السبور يقوم شغل الفيجاس يعمل في الهارت ريت يقلله، عارف لو قلله وظبط الضغط نورمال كانت الدنيا وقفت، لكن هو بيقلله سيكا قليل كمان فيقوم الجسم مشغل سمباثيك تو يقوم معدل الضغط سي شغال الفيجاس. نفضل لافين اللفه دي فطول الوقت تفضل محافظ على السمباثيك والفيجاس ايديهم في الشغل ومش عاملين ازمه في القلب ومظبطين الدنيا والفيجاس زي سنه زلنطوطه عشان يقدر يظبط لك الاس اي. انا مش عامل الفيجاس عشان هارت ريت اصلا، وانا عامل الفيجاس عشان يهدي هارت ريت، انا عامل الفيجاس عشان يعقل الاس اي ما تنفرش عادي. فكده لما يقول لك في الامتحان ما هو ميكانيزم الفيجال تون هتقول له الريفلكس ايه؟ الريفلكس ده احنا بنحسه جاي هو بالظبط ثلاث مرات بثلاث اسامي مختلفه في ثلاث اماكن هو بالظبط. الاستيمولس زياده الضغط 60 ملم زيرو. الريسبتور اسمه بارو او بريشر ريسبتور اسمه كاروتيد ساينس واورتيك ارش. اظن انت عارف اماكنهم باينه ايه. الاورتيك ارش على الارش في اورتا، كاروتيد ساينس على الانترنال كاروتيد ارت، الافرنت فيجاس وبلوسو فارنجي. في السنتر مش انا عندي الضغط بهدي هارت ريت بشغل سي اي سي. الايفرنت فيجاس بقى طبعا سي اي سي يبقى فيجاس. الافكت اورجن عضله القلب الافكت هقلل الهارت ريت. وبيني وبينك المفروض اقول الايفكت اللي انا بحكيه في الحصه اني هعقل السنوت تطلع 75 بس. فهمت اللعبه جت منين يا شباب؟ الحصه الجايه بقى بتاعت ريجيوليشن اوف هارت ريت الهبله البني ادمين دي خلص لك اهو انت اصلا خلصت. في سكه قدامك اسمها سكه سي اي سي وفي سكه بتاعت السي سي انت عارفينها صح؟ سي سي يقوم مشغل سمباثيك يقوم مزود هارت ريت. هزود لك كلمتين عنها. اللي بيزود هارت ريت بيزود ريسبيرتوري ريت بيزود بلاد بريشر. اللي بيزود هارت ريت طبعا لازم يكون بيزود الريسبيرتوري ريت بكل معاني الطب اللي في الدنيا. ميكانيزمات هقول لك بس من غير ميكانيزمات طبيعي ما ينفعش شغل القلب من غير تنفس، ما
ما ينفعش اجي اضخ دم وانا ما عندوش اكسجين، فالاثنين لازم لما ينزلوا لازم ينزلوا سوا، ولما ينقصوا ينقصوا سوا. الفكره في البلاد بريشر، اسالكم سؤال الحلقه، انا عارف انكم هتكونوا كده، العلاقه بين الهارت ريت والبلاد بريشر طرديه ولا عكسيه؟ العلاقه بين الهارت ريت والبلاد بريشر طرديه ولا عكسيه؟ ايوه عند صوتك طرديه عكسيه زي اي حاجه في الحياه. مش اي حاجه في الحياه ان كل شيء خلقناه بقدر، او في الطب بنسميها نتيجه الفيدباك. لو زودت الهارت ريت الضغط يحصل ايه بذمتك؟ يزيد، مش طلعت دم كتير؟ طب لما الضغط يزيد يحصل ايه في الهارت ريت؟ كفايه يا بيبي. عشان كده فرق انت بادئ بمين؟ عشان ما تتلخبطش. انا لسه حالا اهو بقول لك لو الضغط زاد الهارت ريت هيقل، وبعدها في اخر حصه بقول لك اللي بيزود هارت ريت بيزود بلاد بريشر. دكتور هو بيزوده ولا بيقلله؟ احنا فاهمين في السيرج كويس. لما ازود هارت ريت هيزيد بلاد بريشر، لكن لما اقول هزود بلاد بريشر لازم نيجاتيف فيدباك كفايه يا هارت ريت. وصل كده اللعبه؟ هقول لك بقى الحصه كانت خمس دقائق. يا ابني الاستيمولس نقص الاكسجين، لا يبقى هزود، يبقى انت عارف هتمشي ازاي. زياده الضغط، لا يبقى هزود. اتريال اكستنشن عارفينه ازاي؟ مش هو اللي كان بيجمع في نفس الترم؟ لو جمع كتير نزود ولا نقلل شغل الالم؟ نزود، عشان كده في حموله كتير جدا. اللعبه كلها هتبقى كده المره الجايه. هقول لك الاستيمولس وصل لك تكمل انت. فهمتوا اللعبه جت منين يا شبابنا؟ احنا كده خدنا النهارده حاجه اسمها الكاردياك سايكل وحاجه اسمها الكاردياك انفيشن، دول 11 صفحه في الكتاب. فروح اقراهم، بس زي ما قلت لك قبل ما تقراهم شوف اسم عنوان المرحله، افتكر كده ايه اللي بيحصل، بصيت في الكتاب هتلاقيها خدت منك 10 دقائق حرفيا، مش هتلاقي اي حاجه مش متفسره ان شاء الله. اتفقنا؟ هنشوف بعض من الاربع. هنشرح البارابليجيا، دول صفحتين اللي باقيين لنا، النيورولوجي في النيورو، وهشرح الكارديك او دكتور النرفيشن في الكارديو، عشان ابقى كده فنشت كارديو وفنشت نيورو، يبقى لنا الاناتومي والامبريولوجي هتكون ان شاء الله غالبا منه في الكارديو. عشان الاسبوع الجاي نراجع ونحل اسئله، عايزين بقى ندوس نزود في المنهج نزود، مش عايزين انا مش فارق معايا، انا عارف اخلص المنهج في اي وقت انا عايزه. فاهمين قصدي؟ يعني هنخلص منهج براحتنا، عايزين نزود على المنهج اللي داخل في الجديد نزود، عايزين لا نشتغل مراجعات بس نشتغل اللي راكب احنا نسال. طب حلو. طب انا على فكره والله ما والله العظيم ما فاهمين المشكله زي ما قلت لك اهو، ان في النيورو بديهم من النص. وحتى الناس اللي بتسمع سورسات، السورسات القديمه دي شاركين على المنهج القديم الاسترتش افكتس ده 8 شابتر. فهم شاركين على اساس انك عارف اللي قبل، فطبعا الدنيا بتتايه. اللي بادئ هيستولوجي ده بادئ هيستولوجي عمال يقول لك مش عارف احفظ اسامي انويه وتراكتات. ما هو افهمها في هيستولوجي بقى، يعني شوفها فين بدل ما انت عمال تحفظ اسامي وخلاص. فاهم قصدي؟ فالدنيا اما تبقى مترتبه هتلاقيها حلوه قوي ان شاء الله. فانا انت بدات مذاكره ولا لسه؟ او قرايه حتى؟ اصل كل الناس متكربه في الدفعه على حاسب ورقه ايه؟ مش في دماغكم، مش في دماغكم، دي ما بتذاكرش ولا دماغكم بتذاكر والدنيا ماشيه؟ ماشي. عايز اطمن الله يكرمك، اشوفك على خير. الحصه